للمزيد معنا من القدس المحتلة السيد جمال عمرو المحلل الاستراتيجي الفلسطيني. أستاذ جمال، بداية مرحبا بك. يعني نبدأ من إعلان واشنطن إغلاقها ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ نعم، حياكم الله والمشاهدين الكرام. نقرأ هذه الخطوة في سياق خطوات كثيرة سبقتها وخطوات أيضا قادمة، وليس هذا آخر ما في جعبة دونالد ترامب من العبودية الصهيونية العالمية ولا من المعتقدات البالية التي يؤمن بها، فلديه المزيد، وسوف يلاحق منظمة التحرير حتى في وجودها بداخل فلسطين. وهو الآن يعني وضع الإسرائيليين في وضع محرج جدا. الإسرائيليون أنفسهم لا يستطيعون استيعاب سرعة الصهيونية التي تتدفق من هذا الرجل، وهم يدركون بأن ترك يعني 7 مليون لاجئ فلسطيني بدون منظمة الأونروا مثلا والدعم سوف يفجر المنطقة برمتها في وجه الإسرائيليين وليس في وجه دونالد ترامب وحده. وبالتالي هو أصبح يهوديا وصهيونيا أكثر من الصهاينة أنفسهم. ونحن ندرك يقينا أن دونالد ترامب ما كان له لأن يتجرأ على كرامة الأمة وعلى مقدساتها وعلى حائط البراق الشريف الذي دنسه بيده النجسة، ولا على سائر المقدسات الإسلامية، ولا على نصف تريليون من أموال المسلمين الفقراء في الجزيرة على الإطلاق، ما كان له أن يتجرأ على كل هذه الثوابت العربية والإسلامية لولا الأنظمة الخائرة الحالمة الواهمة. طيب، المستسلمة للعبودية للأمريكا. قطع يعني قطع 25 مليون دولار كانت تقدمها الولايات المتحدة للمستشفيات الفلسطينية، يعني هذا التصعيد الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية ما تداعياته؟ تداعياته هي أنه لن يكون منعزلا عن منع استبدال 25 مليون من النظام العربي الذي لا يستطيع ان يحول شيء لفلسطيني الان على الاطلاق الا عبر كشوفات يعني يشرف عليها البنك المركزي الامريكي. والان التداعيات الخطيره هي انسلاخ الامه العربيه خوفا على العروش والكروش، وايضا خوفا على المصالح، يعني تماما سوف لن يكون بوسعهم ان يساندوا ان يعوضوا هذه الخسائر سواء للأونروا او للمشافي القدس. يعني الذي حصل الان ان السلطه الفلسطينيه تحاول سد العجز لكنها ستكون عاجزه في مكان اخر ولن تستطيع تعويض هذا العجز على الاطلاق للأونروا مثلا. فنحن اذا امام مرحله جديده صياغتها امريكيه، السياده فيها للامريكان، لا يسمحوا للدول العربيه ولا الاسلاميه بتعويض هذا النقص. وبالتالي يعني حرب معلنة. هذه الخطوات الامريكيه يعني بالتاكيد ربما ستؤثر على مسار الحل السياسي في فلسطين، كيف ستكون رده فعل السلطه الفلسطينيه؟ يعني لن تتجاوز الردود التقليديه والاسطوانه القديمه التي اعتادت عليها سواء السلطه الفلسطينيه او الانظمه العربيه وجامعه الدول العربيه منظمه التعاون الاسلامي، مزيد من الشجب، مزيد من الاستنكار، مزيد من الرفض، لكن كلها يعني هذه قضايا نظريه لا تفيد ولا تثمن ولا تغني من جوع. هذه مسائل يعني اعتاد عليها شعب فلسطين واصبحت فجه ولا يؤمن بها احد. ونحن ندرك ان الامريكان مستمرون وذاهبون الى اقصى مدى ممكن، لكن في المقابل السؤال يجب ان يكون معكوس، لماذا دائما نحن نجيب السؤال على رد الفعل؟ يعني باعتبار ان الامريكان بادؤونا وعلينا ان نجيب وعلينا ان يعني ان يكون لدينا الاجابه وردات الفعل. هذا شيء مرفوض برفض باتك وليس في تاريخ اي امه عريقه مثل هذا الوضع. يجب ان يفاجئ الامريكان بمبادئ من الشعوب والشعب الفلسطيني في المقدمه، وايضا من القياده الفلسطينيه النائمه. يجب عليها ان تقوم بفعل حتى لا يظن البعض بانها مجرد يعني ردود نظريه لا قيمه لها. وهذا الفعل هو سحب الاعتراف، سحب الاعتراف حتى يعني اقل واضعف الايمان هو سحب الاعتراف بالولايات المتحده من امتها، يعني كانها هي تعزل نفسها. وهذا اولا. ثانيا، لماذا لا زال الفلسطينيون يؤمنون باوسلو ومخرجاتها؟ لماذا لا زالوا يعترفون بدوله الاحتلال على ارض فلسطين؟ كل هذه امور متاحه، واولها يبدا بوقف تنسيق الامن المقدس. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القدس المحتله السيد جمال عمرو المحلل الاستراتيجي الفلسطيني.